des dizaines. Thank you.
Algerín. فوالا خاوتي، مباشرة من ملحق ملعب جابوما بأدوالا، تدريبات منتخب الكاميرون تحضيرا لمباراة الغد ضد غامبيا. مباراة صعبة، مباراة لها عدة معطيات، الكل يرشح على الورق المنتخب الكاميروني، ولكن غامبيا تعتبر الحصان الأسود. منتخب الكاميروني منذ بداية الدورة لم يؤدي مباريات كبيرة، يفوز بصعوبة. شفتوا آخر مباراة ضد جزر القمر، جزر القمر أدى مباراة وسيطرة طول العرض على منتخب الكاميرون. الكل يرشح الكاميرون، ولكن انا حسب ما شفت وشفت ضغط الجماهير الكاميرونيه وضغط الصحافه الكاميرونيه، على ما اظن منتخب غامبيا سيحدث المفاجاه وممكن ان يتاهل غدا وتحدث مفاجاه كبرى في الكان. قناه اورنفينك ديزات حاضره في الكان وباقيه حتى نهائي الكاس باذن الله. تحيه لكم من مدينه دولا، اخوكم هواري، والسلام عليكم.